شكرا لمعلقنا المتميز تامر عبد السلام، الاهلي ينهي مباراته امام غزل المحله بثنائيه. الاهلي يعدل الاوضاع في الشوط الثاني. بدأ التهديف عاطف الحكيم في الدقيقة 22 لفريق غزل المحله ثم ادرك التعادل للنادي الاهلي في الشوط الاول في الدقيقة 38 عن تسديده قويه عن طريق فارس خالد. ويعود النادي الاهلي في الشوط الثاني عن طريق احمد خالد كباقه من ركله جزاء يسددها على يمين حارس المرمى برحب ضيوفي مره اخرى الكابتن محمد حشيش الدكتور احمد ثابت كابتن حشيش الاهلي يعود في الشوط